بالنسبة لك أول مرة بكون هيك مرتاح؟ ماني كتير واثق من حالي بالشغل اللي عملته. كنت أحسن أشياء فاخر في العالم. فجأنا أكثر تحدي فجأنا. في بقايا طعام، بس تحدي إن إحنا ما نخسر بعد طعام أزيد من اللي موجود. أنا استعملت كل شيء أخذته. أنا كنت مرتاح نسبياً، حسيت إنه عملت منيح بالأشياء اللي كنت ماخذها. بلال بصراحة أنقذني لما جاب لي اللحمة. إن شاء الله خير، أنا مش حاسسها أبداً. مساء الخير شيفس. مساء الخير شيف. تحضير أطباق من بقايا المأكولات كان تحدي ورسالة في نفس الوقت، بس للأسف مو كل رسائلكم وصلت للعنوان الصحيح. أبغى أطلب منكم كلكم تتفضلوا معي على طاولة القرار. كلها